باسم الذي لا يظلم الناس شيئا، الحق نزله روح القدس بالحق ليثبت الذين آمنوا ويعرفوا حقوقهم وحدودهم. وأيد عيسى ابن مريم سيدنا المسيح بروح القدس حتى يدافع عن حقوق الناس، وقال إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ونزل فيه نور فقال ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. صدق الله. ونزل من قبله التوراة والتي كتب على أقوام قبلنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وأنزل فيها نور فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال أيضا أن من لم يحكم بذلك فأولئك هم الظالمون. ونزل الروح القدس آخر كتاب يقول فيه وإن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم، ويأمر فيه أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وفي حالة إذا حكمنا أن نحكم بالعدل. صدق الله لما قال إن في قصص اللي قبلنا عبرة. سيدنا المسيح عندما جاءه الأجلاف الحمقى يمسكون بامرأة، يعني معنى ذلك أنهم تجسسوا ورأوها وقالوا إن هي دي في حالة زنا، جاءوا بالخطية ويريدون أن يطبقوا عليها افتراء ويقولون إن موسى ناموس موسى قال هذه المرأة ترجم. سورة اسمها صوت النور، لأن كلامها واضح زي النور. ربنا بيقول أنزلناها وفرضناها، في أوضح من كده؟ وفيها آيات بينات عشان تفتكروا. الزانية والزاني، حتى كمان قدم الزانية قبل الزاني عشان ما يجيش حد بعد كده يقول لا ده الرجم. من وصف يوحنا لسيدنا المسيح وهو لما جاله الأجلاف كان بيكتب على الأرض وظل يكتب على الأرض، حفظ سيدنا المسيح جوارحه، جميع فروجه، عينه وأذنه وكل شيء من الاستماع إلى هؤلاء الأجلاف، وأخذ يطبق ما أمره به ربه. ربنا بعته علشان يدخل الناس الجنة وينقذهم من الحياة التعيسة اللي هم فيها. والست دي واحدة ست تعيسة جايين له ناس عايزين يرجموها، ماذا فعل سيدنا المسيح؟ أدنهم طبعا بأنه قال لهم من كان منكم بنا خطية فليرميها بحجر. أولا إجراءات الضبط والإحضار غلط، تجسسوا عليها فلم يستطيعوا، وذهب إليها ليقول لها أنا لا أدينك. طبعا هو ليس مالك يوم الدين، وبذلك فتح باب للرحمة أمام كثير من الناس أحبوه الملايين وأمنوا بالله ودخلوا الجنة والشيطان متضايق. هذا هو حق الناس، حق الناس إنهم يعرفوا إزاي الطريق الصح، وهذا ما يفعله الرسل. أما الذين يظنون أن الله بعتهم ملائكة عذاب يقعدوا يشتموا ويرجموا الناس ويطبقوا حاجة اسمها حدود مش موجودة أصلا، هؤلاء يريدون أن يشاركوا نفسهم مع الله ويشرعوا ما لم يشرعه الله. سيدنا المسيح لم يقول لهؤلاء الناس ربنا ما قالش كده في التوراة، ناموس موسى ما قالش كده في التوراة، ولكنه أمسك عليهم خطأهم. ذهاب رسول المسلمين إلى المدينة كان بعد أن بايعه أهل المدينة على أن يحكمهم، وكان من أهل المدينة اليهود وهم ليسوا مسلمين، فكان اتفاق ما بينه وما بين اليهود أن يتحاكموا لشريعتهم. شريعة اليهود بيقولوا إن الله نزل فيها الرجم للزاني في حدود معينة، وعندما جاءوه باثنين من اليهود أمر بهم، وبعد ذلك جاءه أحد الناس معه وابنه وبيقول إن ابني مسلم وإن الواحد التاني اللي معاه كان شغال عند الرجل التاني وزنى بمرأة الآخر، وقال إنه دفع 100 شاه لهذا الرجل ولكن هذا الرجل لا يرضى علشان يفدي ابنه، فقال له اقضي ما بيننا بالحق. فقال له ابنك الواد ده يجي لنا، ده يتجلد 100 جلدة العلقة السخنة عشان العملة اللي عملها، أما امرأة الرجل هي فين؟ مش موجودة،
يعني قاعده في البيت بسلامتها وجوزها بيفوض على الفلوس. طيب اسألوها لو قالت انها فعلت يطبق عليها شرع الله وما ارادت ان يفعل، وفعلا اعترفت فحق عليها قول الله ورجمت. ومن بعدها لم يسمع الناس ابدا ان يهود رجموا عندهم او طلبوا ان حد يترجم، لان يعني لم يعلم في تاريخ اليهود ان هم ابدا رجموا. بعد هذه الحادث لم يسمع ابدا احد ان اي حد يهودي لا ترجم قبلها ولا بعدها، خلاص. اخر سوره من سور القران الكريم هي المائده، اعطت لغير المسلمين الحق في التحاكم لشريعتهم، فقالت وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. وقالت ان ربنا انزل فيها التوراه، وقالت ان الحكم فيها العين بالعين، لم تذكر الرجم، وقالت بل لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الله نور السماوات والارض في سوره اسمها سوره النور تكلمت عن الحدود والذين يجتازون الحدود، تركها بعض الناس وسعوا وراء عن فلان ابن فلان أن فلان قال، وسوف نسمع الآن كيف تركوا النور ليستندوا لهذا في الرجل. عمرو بن ميمون الصادق الأمين أمانته قال رأيت الرجم في الجاهلية خردة زنت فاجتمعت القرود ورجمتها ورجمتها معه. هل يمكن لإنسان أن يتصور أن البخاري نسمع كلام هذا الرجل، هل يمكن لإنسان أن يتصور أن البخاري هيكذب وأن الكلام ده يحصل؟ يعني قولوا لنا بقى، قولوا لنا عقلكم، نترك سورة النور ونمشي ورا القرود ونمشي ورا حديث آخر بيقول أن السيدة عائشة يتقول عليها، ويقول أن السيدة عائشة رضي الله عنها التي برأها الله مما قالوا والإفك قبل كده، تقول أن كان في آية بتقول الشيخ والشيخة فاجلدوهما البتة، ودي كانت موجودة تحت السرير والداجنة جت أكلتها، الفراخ دخلت خدت أكلة القرآن، وربنا مسحها من القرآن بس إحنا لازم نفعل بيها. هل هذا يعقل؟ فعلا يجعل الرجس على الذين لا يعقلون، فعلا يعني أفعال نجسة ريحتها طالعة، يعني فعلا ريحتها طالعة. ربنا يقول خذ العفو وأمر بالعرف، ودول بيستندوا إلى القرود والفراخ اللي راحت كلت قطعة القرآن اللي تحت السرير وهم بيغسلوا النبي. هل هذا يعقل؟ إن الله يأمر بالعدل، ربنا فرض في التوراة إن العين بالعين والسن بالسن، ولكن الزنا ماذا يفعل الناس في الزنا؟ الزنا الحقيقة بيعذب هذا الزوج أو هذه الزوجة، بيتعذبوا وثقتهم بنفسهم بتضمحل. ليه؟ لأن هم بيعتقدوا إن هم أقل كفاءة، والحقيقة إن الإحصائيات بتقول إن هم دايما أكثر كفاءة من الذين قد خانوهم معهم، لأن هم طبعا لازم ينزلوا بحاجة أقل. ولذلك الله فرض عقاب نفس العقاب 100 جلدة، وقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي هنا في من ربنا رحمة، لأن ربنا ما قالش وليشهد عذابهما طائفة من الناس. طبعا إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فلم يقبل أن يشهد عذابهما الناس وتكون فضحتهم بجلاجل، ولكنه قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن المؤمنين لا يتحدثون عن هذه الأشياء والفضائح. يا أهل الكتاب، يا من أوتي نصيبا من الكتاب، يعلمون أن رسول الله محمد قد صرف أحدهم بعد الصلاة عندما ذهب إليه وقال له أليس صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب، لأن الرجل اعترف على نفسه بحد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدينه أيضا. وأخيرا هنتكلم عن